بنرحب بالفنان سمير صبري معانا في بوابه اخبار اليوم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا وسهلا. عايزين نعرف راي حضرتك النهارده في دوره 17 من مهرجان السينما. انا حاسس ان هو عيد للسينما. طول عمر المهرجان القومي للسينما المصريه كان بيبقى عيد للسينمائيين، لان بيبقى فيه الاعمال السينمائيه الكبيره اللي معموله طول السنه، وبيختار فيها مين المبدعين الحقيقيين اللي يستاهلوا جوائز. يعني بعد التوقف في السنتين، عودة المهرجان القومي ده حدث كبير جدا في رأيي أنا في تاريخ السينما للعاشقين السينما زي، لأن أعتقد أن أولا ده بيؤكد رغم كل الظروف اللي احنا فيها أن شعلة الفن لا تنطفئ مهما حاول بعض الناس أنهم يطفئوها. فالسينما المصرية هي منارة الحقيقية، هي الدعاية السياحية الثقافية لمصر في جميع أنحاء العالم. فعودته مشكورا لوزير الثقافة وللدكتور سمير سيف. أنا حاسس أن احنا متفائل جدا أن السينما المصرية هتعود إلى روائعها القديمة اللي احنا عايشين عليها إلى الآن 24 ساعة في اليوم من خلال الفضائيات العربية في جميع أنحاء العالم العربي. عايزين نعرف بقى رأيك في السينما في الفترة الأخيرة. فيلم الافتتاح على ضفاف النيل ده كان انتاج مشترك مع اليابان، في وقت كانت اليابان فيه بتقدم خدمات كثيرة لمصر. كان اول ويمكن اخر انتاج مشترك مع اليابان، وكان خطوة جميلة من المنتج الكبير حلمي رفلة، شادية، كمال الشناوي، حسن يوسف، محمود المليجي. حدث يمكن الفيلم وقتها ما نجحش نجاح كبير عند عرضه الأول مرة زي ما سمعت النهاردة سنة 63، لكن أنا حريص أن أنا أشوف الفيلم، لأن ده من النوادر اللي موجودة، وده اللي عودنا عليه المركز القومي في السينما دايما أنه في حفلاته بيقدم لنا تحف السينما المصرية. عايزين نعرف حضرتك بقى بتقدم إيه الفترة الجاية؟ بتحضر إيه حضرتك الفترة الجاية؟ بنحضر مسلسل شحات الغرام، السيرة الذاتية للموسيقار الكبير محمد فوزي، وإن شاء الله سأعود إلى الإنتاج السينمائي بعد ما قدمت 20 فيلم. هقدم فيلم اسمي إسلام حنة، بيتناول المسيحية والإسلام برؤية معاصرة، إن شاء الله يبقى فيلم حلو. بالنسبة لمسلسل شحات الغرام، تأليف وإخراج مين ومين بيشارك مع حضرتك البطولة؟ هيبقى إخراج الأستاذ الكبير علي عبد الخالق، عودته تاني للمجال التلفزيوني، واللي هيعمل محمد فوزي هو النجم المتألق حسن الرداد مع مجموعة كبيرة جدا من نجوم السينما والتلفزيون. العمل تأليف مين؟ الأستاذ مصطفى جمعة. نشكر حضرتك ونورتنا في أخبار اليوم. أنا بحب أخبار اليوم من زمان. فتحياتي لكل العاملين بهذا الصرح الثقافي الإعلامي الكبير. شكرا.